واد. وفي العلم ننهض من كل واد. اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء من مناطق مختلفه من المملكه الاردنيه الهاشميه، وكما عهدتمونا من شمال المملكه وجنوبها وغربها وشرقها. اهلا وسهلا بكم في حصه الدرس الثاني من الوحده الثانيه، واللي راح نتكلم فيها اليوم عن الدوليه في النظام الشمسي، كما تكلمنا في الحصه الماضيه عن كواكب النظام الشمسي، ودرسنا اللي هي درسنا شغلتين، درسنا كواكب النظام الشمسي، وكمان درسنا تعاقب الليل والنهار والفصول الاربعه. طبعا هذا الدرس بسيط جدا، فراح يعني ما راح يعني يستغرق فيه. اذا لاحظتوا الوحده كلياتها اخذت معنا تقريبا الوحده الاولى 13 دقيقه او الدرس الاول، وهذا نفس الشيء راح ناخذ معنا. طيب نيجي الان على الدوريه في النظام الشمسي، ونعرف اول شيء اطوار القمر. يا حبيبي ليش هيك؟ طيب اطوار القمر، نيجي نعرف اطوار القمر، بس انا ارفك القطعه. طيب اطوار القمر، أطوار القمر اللي راح نتكلم فيها اليوم عن، يتخذ القمر شكلان مختلفان، يتخذ القمر شكلان مختلفان. ماله؟ طيب مش مشكلة، يتخذ القمر شكلان مختلفان أو أشكالا مختلفة وأوجه نراها في كل شهر. تمام؟ تمام. نيجي الآن على سبب دوران القمر حول الأرض. فإن القمر يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه، فيكون الجزء المواجه للشمس ماله مضاء، والجزء الآخر معتم، والجزء الآخر معتم. بس خلينا نحدد القلم، عفوا. والجزء الآخر ماله معتم. فإن القمر يعكس أشعة الشمس الساقط عليه، فيكون الجزء المواجه للشمس مضاء والجزء الآخر معتم. يعني أنا في عندي وجه للشمس وفي وجه عندي للقمر، ففي وجه قاعد بدور حوالين الشمس وفي وجه مش قاعد بيبين معي لأنه بعيد عن أشعة الشمس. أطوار القمر هي الأشكال والأوجه التي يظهر بها القمر خلال دورته حول الأرض، التي تتراوح مدتها ما بين 29 يوم و 30 يوم، وتعتمد أطوار القمر على مواقع كل من القمر والأرض والشمس. تمام؟ تمام التمام. نيجي الآن على كم يحتاج القمر حتى يظهر بأطوار الجميع. يحتاج القمر دورة كاملة حول الأرض أي شهر قمري 29 يوم و30 أو 29 إلى 30 يوم. أطوار القمر أول شيء محاق، وهذا المحاق عندما يقع القمر، شوف الرسمة اللي عندكم موجودة هون، عندما يقع القمر ما بين الأرض والشمس على استقامة واحدة، وهذا هو المحاق، ويكون الجزء المضاء مقابل الشمس، أنا ما بقدر أشوفه ولا يمكن رؤيته من الأرض. تمام؟ طيب بعد ذلك يتولد الهلال الجديد، وهذا الهلال الجديد اللي هو احنا بنشوفه في او بنرصده في نهايه او في بدايه الشهر الهجري، وبعد ذلك يدخل في مرحله التربيع الاول. التربيع الاول يكون القمر على شكل نصف دائره، يحدث هذا الطور بعد مرور اسبوع من دورته حول الارض. اما احدب اول يظهر اكثر في نصف القمر مضاء، طلع الاحدب الاول هنا، هذا الاحدب الاول اللي ظهر عندنا شماله، ظهر تقريبا ثلثينه مضاء وليس نصفه. بعد ذلك يدخل في مرحلة البدر، والبدر يكون في منتصف الشهر الهجري، ومن شدة الإضاءة الواقع عليه بنشوف ان الدنيا في الليل النهار او قريبة الى النهار، يعني شدة الإضاءة بتكون عالية جدا. بعد ذلك الأحدب الثاني، ومن ثم تربيع الثاني، ومن ثم هلال أخير فببطل أشوفه، وهذا الهلال اللي احنا تقريبا بيكون بليلة 27 او 26 فيموت القمر. تمام؟ مش يموت، يموت انه خلاص يبين او ببطل يبين. نيجي على كسوف الشمس، وهي الظاهره اللي ممكن نرصدها من خلال الارض والشمس والارض والقمر. هي ظاهره تحدث عندما يكون القمر بين الارض والشمس، فيحجب القمر ضوء الشمس. يعني انا في النهار بدي اشوف
الشمس ولكن ما بقدر اشوفها. ما بقدر اشوفها لان القمر يحجب هاي المنطقه او يحجب هذا الضوء. يكون طول القمر في ظهر كسوف الشمس محاق. شو بكون؟ محاق. انواع الكسوف، في عندنا كسوفين، كسوف كلي يحجب القمر قرص الشمس كاملا ويكون في منطقه شمالها، هاي المنطقه المضاءه جدا، المنطقه المضاءه. طيب هاي المنطقه اللي احنا شايفينها بس واتسود. اما المناطق المجاوره لها اللي هي هاي وكمان عندي هاي، هاي منطقه شبه ظل، شبه ظل. هاي المنطقه يحدث فيها كسوف جزئي، يحجب القمر جزء من الشمس فقط، يحدث في منطقه شبه ظل الفضاء. عشان هيك لما يجي وقت الكسوف، طبعا احنا في 25/10 راح يكون في عندنا كسوف جزئي ما نسبته 57% في وضح النهار، فاحنا راح نكون في مناطق شبه الظل، في مناطق شبه الظل. اما المناطق اللي بيكون فيها كسوف كلي فهذيك يكون مبتعده عنا، احنا هنا بهاي المنطقه فراح نرصد الكسوف الجزئي بهاي المنطقه. اما منطقه اللي هو الثانيه كسوف القمر، هي ظاهره تحدث عندما تكون الارض بين القمر والشمس، فتحجب الارض اشعه الشمس من الوصول الى سطح القمر، تحجبها من الوصول الى سطح القمر. يكون طول القمر في ظاهره الخسوف القمر هو بدرا، شوف الوان البدر، هيئه البدر هنا. طيب انواع خسوف القمر ايضا كذلك الامر، في عندنا نوعين، هذول النوعين خسوف كلي وخسوف جزئي. كذلك الامر، شوف اذا كانت على استقامه واحده يكون هذا كامل خسوف، شماله خسوف، هي منطقه الظل، يكون خسوف كلي. وعندما تكون الشمس والارض والقمر على استقامه واحده ويكون القمر بدرا في منطقه الظل. اما الخسوف الجزئي يكون القمر بدرا في منطقه شبه الظل، يعني يا بيكون هون يا بيكون هون، يعني القمر الان بده يتحرك. القمر اذا كان هون منطقه شبه ظل فهون احنا بنحكي عن خسوف جزئي، بينما اذا كان هون شو راح يكون؟ راح يكون خسوف جزئي، هون خسوف كلي. عكس ظاهره مين؟ كسوف، الكسوف هون القمر ثابت ولكن المنطقه هاي هي المتغيره على سطح الارض، تمام؟ طيب هيك خلصنا الكسوف والخسوف. نجي الى المد والجزر، تحت الظاهرتا المد والجزر بتاثير قوتي جاذب القمر والشمس في مياه المحيطات، وتؤثر جاذبيه القمر بشكل اكبر بسبب قربه الى الارض. المد هو ارتفاع مستوى سطح مياه البحر عن مستوى الشاطئ فتتحرك المياه نحو اليابسه، اما الجزر هو تراجع مياه البحر عن مستوى الشاطئ. يحدث في اليوم الواحد مدان وجزران. شوف الان هون القمر بيصير في عندك مد وهون جزر. طب اجى القمر هون بيصير هون مد وهون جزر. طيب شوف هنا كيف رسم لك اياها، ارتفاع في مستوى منسوب مياه البحر وهنا انخفاض في منسوب مياه البحر. اعلى مد يبلغ المد ارتفاعه الاقصى عندما تكون الشمس والارض والقمر على استقامه واحده، اما ان يكون محاق او بدر. في هاي المنطقه يكون المد العالي، المد العالي وهو اعلى مد. بينما ادنى مد يحدث عندما تكون تشكل الشمس والارض والقمر زاويه قائمه مقدارها 90 درجه، فيكون القمر في طور تربيع اول او تربيع ثاني. تمام؟ هذا بنسميه ادنى مد، وبعد ذلك نيجي على مراجعه الدرس. شفتم الدرس مسأله؟ سهل جدا، بس ما عليكم الا تدرسوه، تمام يا طلاب السابع؟ الله يرضى عليكم. فإلى هنا نكتفي بهذا القدر، هيك خلصنا الوحدة الثانية، إن شاء الله راح نلتقي فيكم بالوحدة الثالثة وهي تصنيف الكائنات الحية، فركزوا معنا، تصنيف الكائنات الحية خمس دروس، خمسة، بس راح نعمل لكم ملخص فيها، هذا الملخص مدته ساعة، راح نراجع فيها كل المادة، فكونوا معنا، راح ننزل لكم إياه قريب جدا إن شاء الله، فخليكم معنا ما تتكاسلوا، بدي علامات فول مارك، الله يرضى عليكم. السلام عليكم.